حققت محافظة العاصمة إنجازا دوليا هاما يعكس حجم التطوير والتحديث في برامجها ومشاريعها المجتمعية، والمتمثل بنيلها جائزة ستيفي العالمية عن فئة خدمة العملاء بدورتها 17. وجاء استحقاق محافظة العاصمة لهذه الجائزة التي تعد من أبرز المسابقات في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية على مستوى العالم، بعدما تقدمت للترشح إليها من بين 3800 مرشح يمثلون 60 دولة حول العالم. كانوا قد عرضوا مشاريعهم الخدمية على 12 لجنة تضم 270 محكما دوليا في مختلف المجالات الاحترافية. تحقيق هذا الإنجاز المشرف تم من خلال مستوى العمل الجماعي الذي يمتاز به فريق عمل محافظة العاصمة، والذي كان سببا لحصد العديد من الإشادات نظير أداء واجبه المجتمعي المتميز في خدمة العملاء على المستويات كافة، وبحرصه على رفع مؤشرات الإنتاجية والأداء من خلال مد جسور التواصل مع الأهالي بهدف الاهتمام باحتياجاتهم وتلبيتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص من جهة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأهالي من جهة أخرى عبر القنوات التواصلية المتعددة والتابعة لمحافظة العاصمة، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على حصد المحافظة لهذه الجائزة التي لها دور بارز في دعم وتطوير وتحقيق الإنجازات وضرورة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الحيوية.